السلام عليكم. إن شاء الله نواصل الحديث عن كتاكيت دورة التسميد، وهنتكلم النهاردة عن جودة كتكوت التسميد، أو بمعنى آخر إزاي نعرف إن كتكوت التسميد ده هو كتكوت كويس مفيش في أي مشاكل، شركته شركة كويسة. من أهم هذه العلامات إن الكتكوت ما يكونش فيه التهاب العرقوب اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم دهوت، ما يكونش فيه التهاب للسرة، النقطة السمراء البارزة دهيت اللي انتم شايفينها دهيت، والرجل التانية فيها برضو التهاب العرقوب اهو زي ما انتم شايفينكم، زي ما انتم شايفين حضراتكم. ما يكونش الكتكوت فيه اللي هي السن بتاعت المنقار دهيت. نلاحظ برضو زبول كده على الكتكوت كده، والكتكوت كده غير حيوي. دي كلها بتقول ان الكتكوت ده هو في مشاكل، ما يكونش فيه في الفتحة بتاعته اي افرازات او اي الوان غريبة. ما يكونش الكتكوت في خضار ولا زراء في السرة او عند السرة بتاعته. دي بعض المشاكل الخاصة بالكتكوت. لذلك علامات الكتكوت الجيد ان هو يكون خالي من الاشياء او العلامات اللي احنا شفناها دهيت، ما يكونش فيه اصفرار في رجله، ما تكونش عينيه يعني مقفولة، عينيه فيها مشكلة، مش قادر يفتح، مش قادر يمشي، صوات بعض الصوابع مفيش فيها، الأصابع مفقودة من أحد رجليه، في دم لأي سبب. كتكوت لما بنرميه أو لما بينزل على الأرض واتقلب على ظهره يكون سريع الحركة، بيعدل نفسه، ما بيعانيش من إن هو من الهزال أو النحافة. وافضل وزن لاستلام الكتكوت من 39 40 جرام، بيكون الوزن ده هو كويس. في الزياده برضو يكون كويس، اقل من 40 جرام 38 39 40، كل ده هو كويس طالما الكتكوت حيويته عاليه مفيش فيه اي مشاكل، نستلمه ونبقى مطمئنين. ان شاء الله لو عند حضراتكم اي استفسار او معلومة نتواصل ان شاء الله مع بعض.